جر نسبه هو الشيخ العلامة إبراهيم بن صبغة الله ابن أسعد الهاشمي الحيدري البغدادي الشافعي، يلقب بفصيح الدين ويعرف أيضا بإبراهيم فصيح جمعا بين اسمه ولقبه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 35 بعد 200. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 15 من شهر صفر 99 بعد 200. وله من العمر 64 رحمه الله رحمة واسعة.